السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحركات جديدة لأسواق الصرف في سوريا وأسواق الذهب والفضة، وفيها استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في تحركات السوقين الرسمية والسوداء، وسجل الدولار مستويات 14650 ليرة و 15300 ليرة، بينما سجل اليورو مستويات 16128 ليرة إلى 16014 ليرة. وفي السوق الرسمية ظلت الأسعار مستقرة عند 13668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وعند 12500 ليرة في نشرة البنوك. وبالنسبة لسعر دولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الجمعة، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14650 ليرة إلى 14750 ليرة. وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة، سجل الدولار مستويات 15200 ليرة إلى 15300 ليرة، وهي نفس الأسعار التي يتحرك فيها الدولار منذ أكثر من شهرين تقريبا في سوريا. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد سجلت تراجع، وفيها سجل اليورو 16128 ليرة مبيع و 16014 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة مبيع و 426 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3935 ليرة مبيع و 3905 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48115 ليرة مبيع و 47763 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 304 ليرة مبيع و 300 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا فقد عادت للارتفاع مجددا، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و 253 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و 151 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و 100 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 944 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2625 دولار فاصل 30 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و 772 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 590 دولار فاصل 74 سنت، وسجلت أونصة الفضة 456 ألف و 227 ليرة سورية اللي بتساوي 30 دولار فاصل 82 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14669 ليرة. وفي النهاية نؤكد أنه رغم استقرار أسعار الصرف بشكل واضح في كافة المحافظات السورية، إلا أن فئة من التجار ما زالوا يستغلون الفرص ويرفعون السلع على المواطنين بشكل جنوني بحجة ارتفاع سعر الصرف، لذا نطالبهم بالتخفيف على المواطن وتحمل المسؤولية الوطنية وعدم استغلال ظروف الناس الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد.